السوق معناها في ارتفاع جنوني بصراحة. ما عرفش معناها من لي فورنيسور معناها نقولوا احنا الدار نتاع الكراب. الجمعة هذه بركة نتفرج فيها كرابازات 3 ملايين 4 ملايين ولا فما واحدة عشنين او حشيفرولي حاسيل ليستونسييل 13 مليون برس 12 مليون 800 زيت الروسي اوتوماتيكمون باش تلقى السوم في السوق معناها الكراب تزيد خاطر كاسيب ما يسيبلكش الكهرباء بالسهل. يقول لك انا دونك هو باش ياخذ كهرباء جديده الكهرباء اللي باش يبيعها يقول لك خويا انا نزيد في سومها شويه ثماش باش نلغى روحي فهمت. تو مثلا ماشي في باله كهرباء مثلا باش يشراها كيما نقولوا ب 38 يلقاها ب 42 خذنا الاربع ملايين على حساب شكون. تحكي لنا شويه على الكهرباء بتاعك شنو الكهرباء بتاعك؟ هذه سيتا سامبول سامبول خذيتها من صاحبي خدم موظف في وزاره التربيه والحق نظيفه نظيفه برشا. علاش نظيفه برشا؟ بريمير ما اول حاجه في الكارت غريز تسجيل اول معناها تلقاهم كعبتين وكعبه في السوق. بريمير ما لونترتيا نتاعها تو شوفوه لونترتيا نتاعها كول يكيف في الدار وماشي 69 الف ريال جديده كهرباء نجمو نحلها نشوفها كهرباء تابيه 3 دي معناها مشرين مبغلف الدار تنجم تصور لها كونتير هكا 69 الف فهمني ولا شوف انت تري بروبر يعني نظيفه كل شيء نظيفه هذيك على الاوريجين عجال الدار جونتالي كامله هذه اللبسي عليها كامله اللي عرفت كيفاش فيها ليكرون جي بي اس كل شيء معناها هما موجودين مي مش كلهم كيف نعملوا طلع على الموتور معناها تستاهل كاتب سوما والله مازلنا ما عملناش السوم تاعها هي ديجا في السوق توا ومازالت ما تسمتش كهربك تشوفها تاعي تري بروبر رود سكور نتاعها والله بالحق معناها جامي يوتيليزي فهمني اعطيك ساعة اول حاجة اللي هي بريمير ما هكا تسجيل اول ريتها تسجيل اول تو برشا يقول لك بريمير ما وهي تبدا مش بريمير ما تزيهم هذيك التسجيل اول يعني بريمير ما اولا ثانيا شنو باش توريني اخر؟ نوريك الكارني دونتروتيان نتاعها اللي ماكش باش تلقاها في برشا كراهات يقول لك لا والله كونتير كذا كذا وهي ديما تكون ماشي اكثر وكذا اسيدي نبداو اخسر تبدا ملي هي ماشيه 9000 كيلومتر ونحن نبداو نمشيو الاخر فيدونج عملته 67000 وقتاش عملته هذا؟ هذايا لو 16/11/2021 16/11/2021 اي تو ماشي بيه 2000 كيلومتر ماشي 69000 السوم خويا والله ما نعرف تلقى 34 كيكة معناها 34 تبيع اي وهذا هما خاصة القامة هذيا معناها الجدد كله ولا تروا سيلاندر وماك تعرف معناها كهرباء كيما هكا تزيد تحط لها تروا سيلاندر ما حدش تلقى روحها فهمتها 34 كي نلقوا 34 احنا خويا نبيعهم في الدار قداش تعمل الدار كل الدار انا ما في بالي هكا في بالي في الزون تاع 48 هكاك سامبول تو بون صحيح فاز 3 يسموها انت كي نقول لك روت سكور جامي يوتيليزي سي جامي يوتيليزي جامي يوتيليزي هكا الكريك والمفتاح قاعد بالطومبونيت نتاع الصفر لا 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 ريتها العجله قاعده بالتراس نتاعها اللي خارجه بيه من الدار ريتها معناها جامي يوتيليزي تشم ريحه الدار فيها الكلام خويا وش على ربي قال الراجل ربي سهل وكاو احنا طالبين على ربي سهل مين جبت هالكهرباء؟ هذه من زغوين من زغوين نتاع زميلي يخدم تكنيسيان ومستعفض عليها برشا معناها يسكن قريب معناها حكايه 5-6 كيلومتر يمشي بها جيز في السيف يعمل شي بها دور ونحكيو ديما على حاجه دينة الدار الدون مش معاوده عجالي نتاع الدار كونتر ريال لونترتيا كيما وريتك تو شفته معناها في الدار الدنيا ميته شويه كيفاش ما فماش الشاري ما فماش شاري ما فماش كازا شويه ما نقولوا احنا انا عندي المازدا دي بي تي 50 كاميونات المازدا اي مازدا قديش ماشي احكي لنا عليها والله هي بالنسبه للصحه صحيحه
بالنسبه للصحه نتاعها المازدا صح تنجم تقولها صحه تمدي ماكس في الصحه فهمتي. وبالنسبه للمشيان ماشي 289 اللي عندي انا ذي فهمتي. طويك عطوني 37500 طلب 40 كنكتب ربي فهمتني. فماش يعني العباد قاعدة تدور وكاو بصراحة معناها ما فماش الشريان ما فماش البيو ما فماش. طلب 40 مليون قداش عمرها الكرم؟ عمرها 11 عام. تي تو كيليك تخدم حتى ل 160 مليون معناها اعتبارها كيما أخت. أنا عطوني 37500 فهمتني وبالماكنسية جابوا معاها ماكنسية من شيت جندوب ما هنتش. أنا طلب 40 39.5 هكاك معناها نسيب الكرم. علاش؟ قادر تبيعها عندي تو مثلا مثال تبيعها ب 38 مليون ما عادش يجيبوا لك حتى شيء. 38 مليون ما عادش يجيبوا لك حتى شيء. قبل الثوره 38 مليون يجيبوا زوز كعبات كيما هذي فهمت تو كيفاش؟ تو ما عادش اقل كاميون اقل كاميون اللي يحلى في عينك مثل الحديثه نقولوا احنا دي ماكس مثلا حتى ال 65 مليون معناها كاتبورت حتى ال 65 مليون فهمتني. ستي تلقى تبقينا علاش من بالنسبة للخطر علاش دينار دينار طايح دينار نتاع تونس طايح. تو كان نجي دينار طالع ما تلقاش السوم هذايا بدل الحديث هذايا ب 40 تلقاه ب 35 30 كان نجي الدينار نتاعنا طالع. الديماكس نتاع 65 ما تلقاهوش ب 65 تلقاه ب 50 48 هكاك. قداش سوم المتشي هذه شنو عمرها؟ 2010 عمرها سومها 26 مليون. انت ملاك معناها فلاح انا مولاه كانت على يدك بريمير ماك بريمير ماك. احكي لنا شوي على المثال على المواطن تو تقولوا مثل 26 27 الميكانيك جديد غالي 26 سوم مناسب ولا عمل على الله. المتشي الجديد قديش؟ والله ما عنديش فكره اما في الستين فوق من الستين ما عادش الموديلات هذا ما موديل تبدل. أول مرة تهبط طابط السوق؟ أول مرة. كنت اسمها كان الأسويم أو السوم عالي أو كذا والفلوس ما فماش ما فماش فلوس. شنو عندك أنت؟ عندي سونسيس. سونسيس. قداش طلب فيها قداش عطوك؟ والله طلب فيها 10.5 مازالوا ما عطاونيش بالنسبة تو ما عطاونيش. سونسيس ب 10 مليون ونص مش برشا؟ 10 مليون ونص على خاطرها صغيرة هي نوفو موديل وكاتشوفو سيمي انجيكسيون فيها ريجيم موتور فيها كونتور معناها نوفو موديل إلكترونيك. فهمتني وكتشوفوا وكرهوا. قداش عمرها؟ عمرها بريسك 2000 من عام 2000. 20 عام. 20 عام 21 عام. 20 عام وصغيرة؟ مش صغيرة وما السوم هذاك هو وانت شوف الدينار وينه. برمشي انت خذ مليون فهمتني معناها في الجمعة ما يعملك شيء.